أهلا بكم إلى الخامسة، أنا ميسون عزام وأحييكم مشاهدينا. نبدأ بالعناوين. فرنسا تنتفض بسبب هجوم نيس، فتح تحقيق ورفع حالة التأهب، ورئيس الوزراء يتوعد برد صارم. تقرير أمريكي يشير إلى سعي تركيا لتقويض الهدنة الليبية للمحافظة على وجودها العسكري. من أجل معلومات استخباراتية، هجمات إلكترونية إيرانية على 100 شخصية، ومايكروسوفت تعلن إيقافها. ووسط إغلاقات جديدة، تايوان التي تبعد عن ووهان 1000 كيلومتر تعيش يومها 200 بلا كورونا. إذن مشاهدينا، البداية من فرنسا التي شهدت عدة حوادث هذا اليوم. طبعا الأول شهدته مدينة نيس الواقعة جنوب البلاد، حيث خلف 3 قتلى وأيضا عدد من الجرحى، وقد تم اعتقال المشتبه به لكنه أصيب ونقل إلى المستشفى خلال عملية الاعتقال. بعدها بحوالي الساعتين وفي جنوب فرنسا أيضا ولكن في أفينيون، قتلت الشرطة شخصا مسلحا بعدما هدد القوات والمرة أيضا بسكين. وفي جنوب شرق البلاد حيث مدينة ليون، قالت وسائل إعلام فرنسية، قالت إن الشرطة اعتقلت شخصا هدد المرة أيضا بسكين. مدينة نيس الساحلية في الجنوب الفرنسي اهتزت صباحا على وقع هجوم داخل كنيسة نوتردام. الاعتداء وقع في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، نفذه شخص مستخدما سكينا قتل به 3 أشخاص على الأقل، بينهم امرأة جرى قطع رأسها. رئيس بلدية نيس محاطا برجال الأمن كان أول مسؤول محلي ينتقل إلى مكان الهجوم. رئيس البلدية وصف الهجوم بالإرهابي والمروع. قتيلان داخل الكنيسة، قتل بطريقة وحشية، وبلا شك الأسلوب يتطابق مع الوسيلة التي استخدمت مع المعلم الشجاع سامويل باتي في كونفلان سانتونورين. هناك أيضا قتيل آخر يتعلق الأمر بأحد الحراس. منفذ عملية الطعن الذي تعرض لإطلاق نار من قبل رجال الأمن تلقى إسعافات في موقع الحادثة قبل نقله إلى المستشفى للعلاج من إصابة حرجة في كتفه. وفي الحال انتشرت قوات الأمن بمحيط الكنيسة. دعا رئيس البلدية السكان إلى الهدوء والتضامن، وفي مؤشر على التعامل مع الاعتداء كعمل إرهابي، فتح الادعاء العام لمكافحة الإرهاب في باريس تحقيقاً في ملابسات الهجوم، بينما وقف مجلس الشيوخ الفرنسي بحضور رئيس الحكومة ومحامين دقيقة صمت ترحماً على أرواح الضحايا. ومنذ قليل وصل الرئيس الفرنسي إلى موقع الهجوم في مدينة نيس جنوب البلاد. أظهرت مشاهد لوصول ماكرون إلى كنيسة نوتردام على رأس وفد من مسؤولي حكومته، والتقى ماكرون العاملين في الكنيسة طبعا، إضافة إلى قوات الأمن التي استجابت مع الهجوم. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس رفع درجة التأهب الأمني في المباني وأيضا وسائل النقل والأماكن العامة في أعقاب الهجوم بالسكين في الكنيسة في نيس، وتعهد رئيس الوزراء برد حازم على الهجوم الذي وصفه بالوحشي والذي أحزن البلاد بأكملها بحسب تعبيره. رد الحكومة سيكون صارما وحازما وفوريا. قررت بالفعل رفع درجة التهديد الإرهابي إلى مستوى الطوارئ، أعلى مستوى في كل أنحاء البلاد. للمزيد ينضم إلينا من باريس سعد المسعودي مراسل العربية. أهلا بك سعد، آخر المعلومات المتوفرة لديك حول الحوادث اليوم في فرنسا بصورة عامة، ونبدأ بنيس. فعلا قبل أن نبدأ بنيس، هناك الكنائس الفرنسية بالمدن الفرنسية تقرع أجراسها في هذه اللحظات، ونحن نتحدث معكم من كنيسة سكركار القلب المقدس إلى الكنائس المنتشرة على التراب الفرنسي للتضامن مع أرواح الذين قتلوا هذا اليوم. طبعا هناك الحديث الآن
يجري على أن هناك ذئاب منفردة، هناك أعمال منفردة يقوم بها بعض الشباب. عندما قام شاب، بعض الإعلام الفرنسي يتحدث عن شاب من تونس ويدعى عمر، يبلغ من العمر 21 سنة، ولكن هذه معلومات غير رسمية، ولكن هي وسائل إعلام فرنسية تتحدث على أنه تونسي يبلغ من العمر 21 سنة. في ليون أفغاني قام بالاعتداء أيضا، في الاعتداء في أفنيو لم يتضح بعد صورة هوية هذا الشخص الذي قام بالاعتداء على الشرطة وقتلوه مباشرة. حالة التأهب هي سائدة ميسون في هذه اللحظات على كل الكنائس وعلى دور العبادة الأخرى من جوامع ومن مكانات أيضا للعبادة في بالنسبة لليهود. نعم. وأيضا هناك مخاوف على المقابر، لأن عادة اليمين المتطرف مجموعة ماري لوبين اليمين المتطرف تقوم بالاعتداء على المقابر المسلمين في هذه اللحظات، ولكن حتى هذه المقابر عليها حراسة مشددة جدا، وهي تأتي ضمن التأهب الأمني الذي دعا إليه رئيس الوزراء جون كاستكس، ودعا بأن سيكون الرد صارما على ما قام به هذا الإرهابي في ليس والمناطق الأخرى. سعد، في تحديث لحصيلة ضحايا كل الاعتداءات وتحديدا نيس، لأنه كانت المعلومات تقول بأنه الحصيلة مرشحة للارتفاع فيما يتعلق بالقتلى؟ الثلاثة هم الذين قتلوا، يعني امرأتان ورجل، وأحدهم الذي قتل هو حارس للكنيسة، وأيضا هناك بعض المصابين وإصابتهم طفيفة جدا، ولكن الإصابة القوية، الإصابة الخطرة جدا، هي لصاحب المنفذ هذا الهجوم، وهو ما تريده الشرطة أن يكون حيا لمعرفة تفاصيل من يقف وراء. نعم. هذا الشخص. طيب. ومن كلفه وبمن لديه اتصال إذا كانت في القاعدة أو في داعش في سوريا والعراق. بالسعد، الآن إذا ذكرت هناك تحقيق أيضا، هناك وملاحقة أيضا، بالمقابل هناك تعزيزات أمنية على الأرض وبأكثر من مكان، ولكن إذا ما رصدنا ردود الفعل، ما هو المطلوب من الحكومة أن تفعله الآن؟ الحكومة مطلوب منها أن تنفذ ما قامت به وما رددته مرارا طوال الأيام العشرة الماضية بعد مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، عندما قالت هناك أكثر من 350 شخص مؤشر بحرف الأس، وهو ما يدل على الإرهاب، سيتم ترحيلهم، ولكن الحكومة الفرنسية لم تقم بذلك. الإجراءات الأمنية غير كافية لمثل هذه الأشياء. المجلس الأعلى للديانة الإسلامية ورئيسه محمد الموسوي، الذي قدم بيانا قبل قليل وطالب المسلمين بالالتزام بتعليمات الشرطة الفرنسية والوقوف معا من أجل الجمهورية، وأيضا طالبهم أن يؤجلوا الاحتفالات بالمولد النبوي التي تكون عادة كبيرة جدا هنا في فرنسا بالجوامع. الكنائس أغلقت والجوامع أغلقت، وكل الأشياء الآن تأتي مخاوف من أن يكون رد انتقامي أو تضامني. نعم. مع هذا الشخص الذي قام بهذا العمل في نيس، وهنا في باريس الوضع متوتر بعض الشيء، ونشهد كل المؤسسات السيادية والشركات ووسائل النقل والكنائس والجوامع كلها هي تحت حماية الشرطة الفرنسية. ميزو، كان معنا من باريس سعد المسعودي مراسل العربية، شكرا جزيلا لك. هذا وأظهر مقطع فيديو لشاهد عيان مشاهد اشتباك قوات الأمن الفرنسية مع منفذ هجوم نيس بعد أن نفذ هجومه القاتل في الكنيسة. C'est quoi, c'est des balles? Ouais. Oh putain! دعونا نشاهد صور لنقل منفذ عملية الطعن في مدينة نيس جنوب فرنسا بعد إصابته خلال القبض عليه.
المزيد تنضم إلينا من باريس كاترين جابر الكاتبة الصحفية. أهلا بك كاترين. بداية، قراءة بالمشهد في فرنسا الآن، وهل ما حدث كان متوقع؟ تحياتي لك وللمشاهدين. نعم، ما حدث هو كان متوقع طبعا. أولا، وزير الداخلية في مطلع شهر سبتمبر الماضي قال بأن رفع حالة التأهب، لأن هناك عمليات يتم التخطيط لها في الداخل الفرنسي وليس من الخارج. وبالتالي كان هناك توقع من قبل الجهات الأمنية. طبعا تصاعد كل الأحداث في الفترة الماضية طبعا كان يشير بأن هناك هجمات يمكن أن تحدث قريبا، وبالتالي الأمر هو كان يعني ليس بجديد. أيضا نعم، هناك كانت تهديدات من القاعدة. إذن كان الموضوع متوقع، ولكن هل من تحركات كانت موجودة على الأرض لتفادي ذلك؟ وهل كان بالإمكان، من يمكن أن يتحمل المسؤولية إذا ما تحدثنا بالداخل الفرنسي أو حتى في الخارج؟ يعني تفادي هكذا عمليات هو صعب، لأنه يعني العملية تمت بسكين، السكين يتواجد في كل بيت، وبالتالي هي ليست مشكلة أمنية بقدر ما هي مشكلة، يعني هي بالطبع مشكلة أمنية إذا كنا لا نعرف من الأشخاص الذين يمكن أن يقوموا بهكذا عمليات، أو أنه أو هم لديهم أوراق أم لا، كيف دخلوا إلى فرنسا، ماذا يفعلون هن، ما هي درجة التطرف، كل ذلك نعم هو يقع في معضلة الأمن بشكل عام. ولكن أن يتفادى هكذا عملية هو بالطبع بالنسبة لرجال الأمن أمر صعب، فهي ليست كاترين يعني بأسلحة ثقيلة أو ما إلى ذلك. أتحدث هنا عن على الأقل ردود الفعل والتصريحات الموجودة بالداخل الفرنسي. يعني البعض حمل ماكرون على سبيل المثال من خلال تصريحاته الأخيرة المسؤولية، البعض قال لا، رد الفعل من الجانب الآخر، وهنا ربما يمكن الإشارة إلى تصريحات أردوغان كانت هي السبب ربما في تحريض آخرين ليكون هناك رد فعل، وبالتالي التقييم في فرنسا لمن يميل أكثر بهذا الإطار؟ يعني هناك بالطبع من يقول هذا ومن يقول ذاك، ولكن يعني يمكن أن أعتبر بأن اختلفنا على تصريحات. إذا كنا نريد أن نهاجم شخص ما، كلنا لدينا الحق، مثلا المجلة والرسومات الكاريكاتيرية أمر يرفضها الكثير من الفرنسيين، وليس فقط من المسلمين حول العالم أو المسلمين في فرنسا، ولكن هذا أمر، وأمر العمليات الإرهابية هذا أمر آخر. وبالتالي نعم، هناك كمن يدين من طرف مثلا الحكومة أو من طرف الأحزاب السياسية العمليات الإرهابية، هناك أطراف أخرى مثلا خصوصا من الخارج تحمل ماكرون مسؤولية هذه العمليات الإرهابية، ولكن كل هذا هو فضح الستار على أن هناك بالفعل أزمة كبيرة تعيشها فرنسا الآن، أزمة فكرية، أزمة هوية، وبالتالي هناك يعني هناك مسؤولية على كافة الأطراف في هذا الصدد. كانت معنا من باريس كاترين جابر الكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا لك. طبعا كانت هذه دقيقة صمت على أرواح ضحايا الاعتداءات في باريس. على كل، أعربت السعودية عن إدانتها وأيضا استنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية. في بيان للخارجية السعودية، أكدت المملكة رفضها القاطع لهذه الأعمال المتطرفة التي بحسب وصفها تتنافى مع جميع الديانات والفطرة السليمة. وكما دعت السعودية لضرورة نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف، وقدمت عزاءها لذوي ضحايا الحادث. يأتي ذلك فيما أدانت عدة جهات ودول حول العالم حادث نيس. منظمة التعاون الإسلامي أيضا كما نشاهد الآن تدين هذا الهجوم الذي وصفته بدورها بالإرهابي.
إلى الملف الليبي، حيث أعلن اثنان من الذين وردت أسماؤهم في قائمة الشخصيات المشاركة في الحوار السياسي الليبي الذي من المفترض أن ينعقد بتونس يوم 9 من نوفمبر المقبل، أعلن عن انسحابهما من المشاركة في الحوار. طبعا يتعلق الأمر بأستاذة القانون جازية شعيتير وبرئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا زيدان معتوق الزادمة. وفي تصريح للعربية قال الزادمة إن قراره جاء بعد إطلاعه على قائمة الشخصيات المشاركة والتي قال إنها غير متوازنة وفيها محاباة للإخوان، مشددا على أنه لن يجلس على طاولة واحدة مع ممثلي تنظيم الإخوان المرتبطين بأجندات خارجية. هذا وأعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية رفضه لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس الذي من المفترض أن يعقد في تونس كما ذكرنا الشهر المقبل، اعتراضا أيضا على مشاركة بعض المرشحين. انتقد المجلس إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا آلية اختيار المرشحين التي تعنى بوجود العديد من المرشحين من وصفهم المجلس بدعاة الإرهاب. وفي هذا الإطار قالت جريفيث إن الإدارة الأمريكية تلعب دور الوساطة لإنهاء الأزمة الليبية، أشارت إلى أن الحل يجب أن يكون ليبيا وأن التدخلات سواء كانت في ليبيا أو في غيرها تقوض الاستقرار في المنطقة. موقف الولايات المتحدة هو واضح أنه نحن ضد التدخل الخارجي، لأنه هذا التدخل سواء كان في ليبيا أو غيرها من الدول هذا التدخل يفاقم الأزمات في العالم. ونحن نرحب بالاتفاق الأخير بين الأطراف الليبي، ومن وجهة نظر الولايات المتحدة الحل لهذه الأزمة هو حل ليبي، فتلعب الولايات المتحدة دور الوساطة وتدفق الأسلحة والمرتزقة في ساحة ليبيا. هذا مثل ما قلت يفاقم الأزمة هناك، وأقامة هذا الاتفاق الأخير دليل على أن هناك رغبة من قبل جميع الأطراف الليبية لإنهاء هذه الأزمة. إذن هذه التصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، وطبعا نشاهد على العاجل معلومات الآن أشار إليها مراسل العربية قبل قليل فيما يتعلق بمنفذ الهجوم، قال إنه المعلومات تتحدث عن أنه تونسي، وبالفعل هناك معلومات الآن وردت من برلماني يتحدث بأن أنه لاجئ تونسي بالفعل وقد جاء من جزيرة لامبيدوزا. على كل سنوفيكم بالمزيد من المعلومات حال ورودها. إذن لاجئ تونسي هو من نفذ العملية في فرنسا، عملية القتل. نكمل في الملف الليبي. نشر موقع نورديك مونيتور تقريرا يقول إن الرئيس التركي أردوغان سيسعى إلى تخريب اتفاق إطلاق النار في ليبيا لأنه يدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية، ما يعني خسارة تركيا لمنطقة نفوذ استراتيجية. ولفت التقرير إلى أن أردوغان الوحيد الذي انتقد اتفاق وقف النار في ليبيا رغم الإجماع الدولي على دعمه، وأرجع السبب إلى أن القوات التركية ستخسر وجودها في بعض القواعد العسكرية الاستراتيجية في ليبيا. رأى التقرير أن الرئيس التركي بإمكانه تخريب الاتفاق نظرا لنفوذه لدى بعض الجماعات المتطرفة في ليبيا. المزيد ينضم إلينا من القاهرة عبد الستار حتيتا الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أهلا بك أستاذ عبد الستار. دعنا نبدأ باجتماع تونس المفترض الشهر المقبل. من المفترض أن هناك شخصيات ترفض الجلوس مع من وصفوا بأنهم دعاة إرهاب، هل تعتقد من خلال المتابعة والأسماء التي طرحت بأنه هذا الانسحاب وعدم عقد أي اجتماع أفضل من الجلوس مع هؤلاء؟ الوضع يعني معقد للغاية. هناك طبعا خيارات متعددة، منها خيار الحوار في تونس، وهذا خيار متوافق عليه ومرحب به من كثير من دول العالم، لكن تبقى خيارات أخرى غير مطروحة على الطاولات الدولية. وأعتقد أن من رفضوا الذهاب إلى حوار تونس ومن لا يعولون عليه يعتمدون على خيارات أخرى محلية داخلية في ليبيا بعيدا عن التجاذبات الإقليمية والدولية. لهذا أتوقع أن يسير خيار حوار تونس في طريقه،
والممثلة البعثة الأممية بالإنابة السيدة ستيفاني ويليامز يمكن أن تحاول ترطيب الأجواء وفتح مجالات لتقديم مقترحات من جانب طيب. بعض الأطراف في ليبيا يعني، لكن يبقى الخيار الآخر أيضا مستمرا في طريقه. نعم. بس هذا يفتح تساؤل كبير سيد عبد الستار فيما يتعلق بمن يمكن أن يكون قادر على القفز على كل ما حدث على الأرض في ليبيا، بغض النظر عن كانت الطاولة في تونس أو كانت الطاولة أيضا في ليبيا، إلى أي مجال يمكن أن يكون هناك تسامح ما بين جميع الأطراف ومصير يعني من وصفوا بأنهم إرهابيين بالنهاية؟ هناك شخصيات يعني في 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 الحوار المزمع في تونس، هناك شخصيات معروفة بأسمائها وهي شخصيات غير مرغوب فيها وليس لديها يعني قوة على الأرض في ليبيا وليس لديها شعبية وهي موجودة هكذا. يعني يبدو أن هناك نوع من تنفيذ الخطط من أجل مصالح خاصة ما بين عديد من الأطراف، لكن في حوار تونس يمكن الإشارة إلى المصالح الأمريكية التي تريد بقدر الإمكان أن تعجل بإيجاد سلطة في طيب. ليبيا أي إن كان الأمر حتى لو كان فيها جماعات يعني غير طيب. مرغوب فيها في الداخل الليبي. نعم. هذا الدافع الأمريكي من جهة الأمريكان، ولكن ماذا عن تركيا؟ التقارير التي تتحدث ونقرأها الآن تتحدث أنه أردوغان ليس من مصلحته الوصول إلى حل أو وقف لإطلاق النار لأنه بالنهاية سيخسر وجوده. نعم، أردوغان ومعه قطر ومعه جماعات الإرهابية ومنها تنظيم الإخوان أدركوا منذ وقت مبكر أن هناك عراقيل للوجود بشكل سافر ومباشر في الداخل الليبي، ويمكن لابد من الإشارة إلى الدور المصري والفرنسي في هذا الإطار. لهذا أنا أعتقد أن اللوبي التركي الإخواني القطري تمكن من الالتفاف وتمكن من الاحتفاظ بشخصيات في مواقع مهمة في شمال غرب ليبيا تمكنه من الاستمرار، وهو يعني تمكن بالفعل من إحداث اختراقات حتى في مجلس النواب. يعني اليوم يوجد أعضاء كثر من مجلس النواب أصبحوا يعقدون جلساتهم في طرابلس ويصدرون بيانات، وهؤلاء موالين لللوبي التركي الإخواني القطري بطريقة أو بأخرى. تركيا في نهاية المطاف تسعى لأن ينتقل حوار تونس أو أن يخرج منه هيئة أعلى من هيئة مجلس النواب يكون لديها المرجعية بإجراءات قانونية معينة طيب. لوضع حكومة وسلطة تنفيذية لعموم ليبيا بطريقة أو بأخرى. نعم. من القاهرة عبد الستار حتيت الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، شكرا جزيلا لك. في الخامسة ولكن بعد قليل، الكويت تدين استمرار استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية وتؤكد وقوفها إلى جانب المملكة. أهلا بكم مجددا إلى الخامسة. أعلنت شركة مايكروسوفت أنها اكتشفت وحاولت وقف سلسلة هجمات إلكترونية لجماعة فوسفورس التي قالت إنها مجموعة إيرانية، موضحة أن الهجمات كانت تستهدف أكثر من 100 شخصية بارزة حول العالم. We'll be right back.
المزيد تنضم إلينا من القاهرة هدى رؤوف، أستاذة العلوم السياسية. أهلا بك أستاذة هدى. اسمحي لي أن أبدأ بالمعلومات التي تحدثت عنها مايكروسوفت فيما يتعلق بالهجوم اللي وراءه إيران. هذه الضربات هل هي ضربة هنا وضربة هناك أم ممنهجة؟ بمعنى آخر، نحن بالفعل بصدد حرب سيبرانية إيرانية وموجهة لمن؟ تحية طيبة لحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا الهجوم السبراني او الحروب السبرانيه هي احد الادوات التي يعني تبرع ايران في استخدامها، وقد شاهدنا في الفتره الماضيه محاولتها يعني لارسال بعض الهجمات السبرانيه على بعض المنشات الحيويه كانت في اسرائيل ومنها محطات تحليه المياه، وبالتالي ايران لديها تاريخ فيما يتعلق بالهجوم السبراني. الهجوم الاخير الذي تم الاعلان عنه من خلال شركه مايكروسوفت طبعا ربما يعني هو يستهدف بشكل ما التأثير فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، خاصة أن كان هناك بعض الجهات الأمنية الأمريكية تحدثت عن أن هناك محاولات من قبل إيران والصين وبعض الجهات من أجل التلاعب فيما يتعلق بتوجيه سلوك المواطنين أو فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، حتى أنه تم الإعلان عن أن هناك جهة استولت على موقع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن أنه الحملة لم يكن أو موقع الحملة لم يكن به أي معلومات. وبالتالي هي طبعا هجمات ممنهجة، لأن إيران لديها ما يسمى بالمجلس الأعلى للهجوم أو الحروب السبرانية، ده مرتبط يعني وتم إنشاؤه بعد وله ميزانية خاصة سأتحدث عنه، بس اسمحي لي لأنه تعلمين ما حدث في فرنسا من هجوم إرهابي، وهناك تنديد جاءنا الآن من الخارجية الكويتية أيضا من البحرين، والخارجية الكويتية أكدت موقفها الرافض لكل أشكال الإرهاب وأيضا التطرف، هذا يتماشى أيضا مع التنديد الذي جاء من المملكة العربية السعودية. أعود إليك أستاذة هدى للحديث عن هذا المجلس وعن إدارته بالنهاية، إلى أي حد هو بالفعل مفيد؟ وعندما نقول بإيقاف بعض الهجمات أو هذه الهجمات أو الكشف عن هذه الهجمات، هل يعني أن هناك إيران بدون حيلة فيما يتعلق بهذه الهجمات أو لا تظهر بأنها قوية بهذا الإطار؟ لا، هو طبعا المجلس الأعلى السبراني حينما تم إنشاؤه بقرار من المرشد الأعلى علي خامنئي كان بعد ما تعرضت المفاعل النووي الايراني لبعض الهجمات السبرانيه والتي اعتبرت انها كانت موجهه من الولايات المتحده ومن اسرائيل، وقامت بالمثل فيما بعد ذلك بالهجوم على بعض المراكز او بعض الجهات الامريكيه، طبعا غير انها طبعا مؤخرا منذ شهور كان هناك بعض الهجمات التي وجهت لاسرائيل كما يعني ذكرت لحضرتك. طبعا هذا المجلس هو مرتبط بشكل ما من يعني قياده الحرس الثوري الايراني، وبالتالي هو تعتبر الحروب السبرانيه هي احد الادوات التي تستخدمها ايران، لان ايران لا تقوى على هجوم عسكري بشكل واضح وصريح، لانها تعلم انها سوف تتكبد يعني تكلفه هذا الهجوم، لان الهجوم العسكري بيكون يعني الفاعل معلن، لكن الهجوم السبراني بتكون الاهداف او الفاعلين غير معلنين، طبعا بيكون مرتبط ب يعني التاثير على احيانا بعض المنشات والمؤسسات الحيويه او التاثير فيما يتعلق بالانتخابات، خاصه ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية والحديث عن أن هناك أطراف كثيرة بتحاول تدخل فيها للتأثير على فوز ترامب. من القاهرة هدى رؤوف أستاذة العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. قضية انتهاك خصوصية سيدات أستراليات في مطار الدوحة تتفاعل وتضع الدوحة في أزمة حقيقية مرشحة للاتساع ليس فقط مع أستراليا إنما مع 8 دول أخرى أجبرت مواطناتها على فحوصات قسرية. ما كان يفترض أن يكون رحلة عادية على متن الخطوط الجوية القطرية يوم 2 أكتوبر تحول إلى كابوس في مطار الدوحة. 17 سيدة بينهن 13 أسترالية أنزلهن الأمن القطري عنوة من 10 رحلات مختلفة. الرحلة الأصعب تكاد تبدأ. الأمن القطري يبحث عن أم وضعت مولودا في حمامات مطار حمد الدولي. أجبرت السيدات على خلع ملابسهن بالكامل بما فيها الملابس الداخلية، وبعد أن تمت تعريتهن بدأ الفصل الأصعب من المعاناة.
فحص طبي نسائي قصري دون استشارتهن أو إبلاغهن بشكل مسبق، طال أعضاءهن التناسلية بعمل مهين لا يمكن تخيله. Well, we find this unacceptable. That's been the official message and conveyed very clearly in the investigation that and it is because it is unacceptable. I mean, it was appalling. هذا أمر مزعج للغاية، عدواني، يتعلق بمجموعة من الأحداث. إنه أمر لم أسمع به على الإطلاق في حياتي في أي سياق. لقد أبلغنا السلطات القطرية بوجهات نظرنا بمنتهى الوضوح. السلطات في الدوحة وبعد صمت استمر منذ بداية الشهر أعربت عن أسف لا اعتذار، متعهدة بتحقيق عاجل لكن غير متسرع على حد قولها، وذكرت: بينما كان الهدف من البحث العاجل هو منع هروب مرتكبي الجريمة المروعة، تأسف دولة قطر لأي ضائقة أو تعد على الحريات الشخصية لأي مسافر بسبب هذا الإجراء. لكن أستراليا تمارس ضغوطا، وأكدت أنها أبلغت قطر اعتراضاتها القوية ووجهات نظرها، لكن الأزمة مرشحة للاتساع أيضا بين قطر وبين الدول الثمان الأخرى التي أجبرت مواطناتها على التعري وخلع ملابسهن الداخلية أيضا. أزمة أجبرت منظمة Human Rights Watch على مطالبة قطر بضرورة وقف هذا التجاوز وحظر فحوص أمراض النساء القصرية. وفي وقت بدأت الأستراليات رحلة الدعم النفسي والمعنوي لتجاوز صدمة مطار الدوحة، تواجه قطر شكوكاً ومساءلات تطال صورتها، كل ذلك قبيل استحقاق أنفقت في سبيله نحو 200 مليار دولار. المزيد ينضم إلينا من بيروت الدكتور بول مرقس، أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جستيسيا الحقوقية. أهلا بك دكتور بول. دعني أبدأ بكونكم يعني من الناحية القانونية وأيضا الإنسانية، هل ربما الضرورات تجيز أو تبرر المحظورات بالنسبة لقطر بهذه الحالة؟ بمعنى آخر، كانت حالة طفل موجود وبالتالي استدعى إجراءات معينة، قطر أسفت لما حدث وبالتالي الموضوع الآن تحت السيطرة أو لا؟ قانونيا أو على الأقل إنسانيا غير مقبول بكل الأشكال. سأتحدث من وجهة نظر القانون الدولي وتحديدا المواثيق العالمية لحقوق الإنسان. تعرفين معي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ينصان إضافة إلى أيضا الاتفاقية الدولية لحرية التنقل والسفر على الحق. طيب دكتور بول أعود إليك بعد قليل، ولكن في التطورات في مصر هناك كلمة للرئيس الفرنسي، دعنا ننتقل إلى هناك ومن ثم أعود إليك إلى كلمة ماكرون. هذا البلد هذه هي قيمه، إن كنت مؤمنا أو غير مؤمن لك الحق في أن تمارس أو لا تمارس، واليوم الأمة بأسرها تقف إلى جانب مواطنينا الكاثوليك. الرسالة الثانية التي أحملها اليوم هي إلى مدينة نيس، إلى سكان نيس الذين وجدتهم كثيرا جنون هذا الإرهاب الإسلاموي. إنها المرة الثالثة الذي يضرب فيه الإرهاب سكان هذه المدينة. أنا أعرف الصدمة التي تشعر بها هذه المدينة ويشعر بها العالم بأسره اليوم. اليوم أيضا أنا أؤكد لكم وقوفي معكم وتضامن الأمة بأسرها معكم. إذا ما تمت مهاجمتنا مرة أخرى فإن هذا الهجوم سببه قيمنا من أجل إيماننا بالحرية، من أجل هذه القدرة على أرضنا بالإيمان بحرية أو عدم الإيمان وعدم التراجع أمام أي تهديد. أقولها مرة جديدة اليوم، لن نتراجع أمام التهديد. اليوم رفعنا أو قررنا رفع مستوى التهوب على مختلف الأراضي الفرنسية، وقررت بأن يقوم رجال الجيش بالانتشار بشكل أكبر في الساعات المقبلة، وسيكون هذا الانتشار في إطار عملية سنتينيل، وسيتم رفع عدد الجنود المخصصين لهذه العملية من 3000 إلى 7000 رجل.
نلتزم بحماية جميع دور العبادة وبشكل أساسي أيضا الكنائس. بسبب عيد جميع القديسين سنقوم بحماية مدارسنا نظرا إلى العودة إلى المدارس المرتقبة بعد العطلة. غدا سيكون هناك مجلس دفاع وسوف نتخذ تدابير جديدة تستكمل التدابير التي اتخذناها في الأشهر المقبلة، تدابير تستكمل ما سبقا أعلنته في خطابي السابق وما اتخذ من قرارات ستكون دائمة. وأنا أحيي هنا تحرك الحكومة بأسرها وبشكل خاص وزيري الداخلية وزيري والعدل. في الساعات المقبلة المدعي العام سيقدم التفاصيل الكاملة حول ما حصل هذا الصباح، حول ما حصل من مراحل في العملية وحول من قام بهذا العملية. لا يعود الأمر لي أنا بأن أقوم بذلك، ولكن ما أقوم به اليوم هو أن سأؤكد عزم كامل من قبل الحكومة وقبل فرنسا لحماية المواطنين من إمكانية حصول هذه الهجمات مجددا. إنها رسالة صارمة أقدمها اليوم، وفي النهاية أقدم رسالة وحدة. في فرنسا ليس هناك إلا مجموعة واحدة، هي المجموعة الوطنية. وأنا أريد أن أقول لجميع المواطنين أيا كانت ديانتهم، إن كانوا يؤمنون حتى أو لا يؤمنون، ليس إنه علينا في هذه اللحظات أن نتحد ولا نتراجع ولا نترك أي مجال للفرقة. أعرف أن جميع المواطنين اليوم مصدومون بشكل كبير، مصدومون أمام ما حصل، لذلك أدعو إلى الوحدة بين جميع الفرنسيين اليوم. هذا هو ما أريد أن أقوله اليوم في نيس، وأعرف إلى أي مدى هذه المدينة عانت في السابق وإلى أي مدى تواجه تحديات. كنت هنا قبل أسابيع بسبب الفيضانات. نحن ندعم أهل نيس كاثوليك فرنسا، ندعو إلى الصرامة وإلى الوحدة. هذا هو الخط الذي نؤكد عليه اليوم وسنؤكد عليه غدا. إذا مشاهدينا استمعنا إلى كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. طبعا هو متواجد في موقع الهجوم، كان قد توجه إلى هناك بعد الهجوم داخل كنيسة نوتردام وقد حيا العاملين إضافة إلى القوات الأمنية المتواجدة هناك، والآن خرج بهذه الكلمة. العنوان: الرئيس بعيدا عن التعزيزات الأمنية والقرارات التي ستتخذ، أن كل الأديان في فرنسا عليها أن تتحد الآن، والوحدة هي الأساس في محاربة الإرهاب. طبعا نوافيكم بالمزيد من المعلومات حال ورودها. ونكمل الخامسة من اليمن، حيث دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف المملكة العربية السعودية. قال بومبيو عبر تويتر إن هجمات الحوثيين تهدد الأمن الإقليمي، تعرض حياة المدنيين للخطر. وشدد بومبيو على ضرورة توقف الحوثيين عن العمل مع إيران وتهديد الأمن الإقليمي، وطلبهم بالعمل من أجل مصلحة اليمنيين. الخارجية الكويتية بدورها أيضا دانت استمرار استهداف الحوثيين لمناطق مدنية في السعودية عبر طائرات مسيرة. مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قال إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها يعدان انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية وتهديدا سافرا لأمن المملكة العربية السعودية وتقويضا لاستقرار المنطقة. الخارجية الكويتية دعت أيضا المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها باعتبارها تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين. في الخامسة ولكن بعد قليل، بلجيكا تعلن احتياجها لتبرعات لبلازما الدم لمواصلة دراساتها حول اللقاح. أهلا بكم مجددا إلى الخامسة. في سعيها لدراسة فعالية العلاج ببلازما الدم طبعا لشفاء المصابين بكورونا، أعلنت بلجيكا عن احتياجها لتبرعات لبلازما الدم لمواصلة دراساتها في هذا الموضوع. قال الصليب الأحمر إن هناك الكثير من المصابين بكورونا من الذين يحتاجون إلى نقل دم من أشخاص شفيوا أصلا من كورونا لتعزيز مناعتهم.
هناك العديد من المصابين للأسف من الذين تم نقلهم إلى المستشفيات بحاجة لبلازما الدم للعلاج من كورونا، لذلك نحن بحاجة لتبرعات من الدم من أشخاص تم شفاؤهم. نأمل أن يكون هناك عدد كاف من المتبرعين بالدم من الذين تم شفاؤهم لكي نستطيع إكمال الدراسات حول فعالية اللقاح المستندة إلى بلازما الدم. وفي الوقت الذي تتجه فيه عدد من الدول للإغلاق مرة أخرى، تايوان التي تبعد فقط 1000 كيلومتر عن ووهان الصينية، طبعا هي بؤرة انتشار كورونا، حققت نوعا مختلفا من الأرقام القياسية، حيث أنها أمضت 200 يوم دون تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا طبعا منقولة محليا. فقد سجلت آخر حالة إصابة محلية بكورونا في تايوان سجلت في 12 أبريل الماضي. Après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Also gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten folgendes beschlossen. Vom 2. November bis zum 30. November werden weitreichende Kontaktreduzierungen eingeführt. Nach 2 Wochen werden wir uns wieder treffen und gegebenenfalls notwendige Anpassungen vornehmen. مشاهدينا، أيام تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفي كل يوم تظهر استطلاعات للرأي آخرها الخاص بنجاح ترامب في تقليص الفارق مع بايدن. فقد أظهر استطلاع أجرته رويترز إبسس أن السباق بين ترامب وبايدن أصبح متقاربا وبشدة في فلوريدا بعد أن كان بايدن متقدما. أظهر الاستطلاع الذي تم في الفترة الممتدة بين 21 و 27 أكتوبر حصول بايدن على 49% من الأصوات المحتملة مقابل 47% لترامب في فلوريدا، بعد أن كان بايدن 50% وترامب 46%. في ولاية أريزونا حصل بايدن على 48% من الأصوات المحتملة مقابل 46% لترامب. وفي استطلاع رأي بشكل شامل نشره ريل كلير بوليتكس، أوضحت النتائج تقدم بايدن بنسبة 52% مقابل 44% لترامب. فلوريدا وأريزونا سوف تلعبان دورا حاسما في تحديد ما إذا كان ترامب سيحصل على فترة رئاسية ثانية أم أن بايدن سيخلفه في البيت الأبيض. طبعا هجوم ترامب على بايدن يستمر. آخر تلك الهجمات جاءت في مهرجان له في أريزونا، حيث قال إن التصويت لجو بايدن سيعني إلغاء احتفالات عيد الميلاد وعيد الشكر وحتى العيد الوطني. If you vote for Biden, it means no kids in school, no graduations, no weddings, no Thanksgiving, no Christmas, and no 4th of July together. The Biden plan will crush you and your family. My plan will crush the virus and make us stronger. We're going to be stronger, stronger than ever before. Our country will be stronger than ever before. Biden is the candidate of layoffs, lockdowns, and misery. I am the candidate of jobs, vaccines, and prosperity. للمزيد معنا من واشنطن منى شقاقي مراسلة العربية، أهلا بك منى. دعينا نبدأ بالحديث عن استطلاعات الرأي، هي كثيرة جدا وبالتالي إلى أي حد يمكن الاعتماد عليها، وهل تتوافق من خلال متابعتك فيما بينها؟ نعم،
نعم، بشكل عام الاستطلاعات على المستوى الوطني تشير إلى تفوق جو بايدن، وليس هناك أبدا من يشك بأن جو بايدن سيفوز على المستوى الشعبي. طبعا على المستوى الشعبي فازت أيضا هيلاري كلينتون بعام 2016 ب3 ملايين صوت تفوقت فيها على الرئيس دونالد ترامب، ولكن ليس هذه هي الطريقة التي يتم فيها انتخاب الرؤساء في الولايات المتحدة، بل تتم عبر ما يسمى بالكلية الانتخابية أو عبر التصويت ضمن الولايات. فبالتالي من يحصل على الأغلبية في الولاية يحصل على جميع أصوات هذه الولاية حسب هذا النظام الذي تستخدمه الولايات المتحدة تاريخيا. وعلى مستوى هذه الولايات بشكل عام الأخبار جيدة للمرشح الديمقراطي جو بايدن، ولكن هذا لا يعني طبعا بأننا نستطيع أن نثق بهذه الاستطلاعات. هذه الاستطلاعات أيضا أظهرت تقدم هيلاري كلينتون في نفس هذا الوقت من الانتخابات الماضية. صحيح. الآن يتحدث المستطلعون ويقولوا أنهم غيروا من الطريقة التي يجروا فيها الاستطلاعات، وبالتالي هم يقولون بأنها أكثر ثقة مما كانت عليه بعام 2016. طيب منى، خلينا نحكي على انتقاده لبايدن هذه المرة. عادة ما يتحدث عن الفساد، الآن يقول أنه ما في أعياد. ما علاقة جو بايدن بالأعياد؟ نعم، تحديدا طبعا كل القضية هي مرتبطة بكورونا. حسب الرئيس ترامب هو يريد أن يفتح الاقتصاد، يريد أن يعيد الأطفال إلى المدارس، وكل هذه الأمور المتعلقة بالإغلاقات لا يحبها. أما جو بايدن فهو حذر أكثر بكثير من الرئيس دونالد ترامب. قضيته الأساسية وشعبيته تأتي من الطريقة التي يقول أنه سيتعامل فيها مع الكورونا. طبعا من ناحية فعلية وعملية لا يمكن أن يمنع أي رئيس أو أي حكومة الأشخاص من الاجتماع مع بعضهم البعض في بيوتهم مع عائلاتهم للاحتفال بكل هذه الاحتفالات المهمة بالنسبة لهم مثل عيد الشكر والكريسماس. ولكن حقيقة الأمر أنه بغض النظر عن ما تريده الحكومة، الكثير من العائلات لن تجتمع مع بعضها البعض لأنها تخشى الإصابة أو نشر الإصابة. نعم. من واشنطن منى الشقاقي مراسلة العربية، شكرا جزيلا لك. وفي مشهد قد يؤثر على الانتخابات، ضرب إعصار زيتا الذي ضرب ولاية لويزيانا برياح قوية بلغت سرعتها 175 كيلومتر في الساعة وأمواج خطيرة، وهو ثالث إعصار يضرب الولايات المطلة على ساحل الخليج الأمريكي هذا العام. ومن ولاية لويزيانا الأمريكية ليث بازاري موفد العربية ينضم إلينا الآن. ليث، بقدر أقول الحمد لله على السلامة، كنتم في قلب الإعصار؟ خبرنا. نعم ميسون، شكرا. كان الإعصار قويا وعشنا ليلة غريبة، أول مرة أعيش إعصار بهذه القوة. طبعا مثل ما تفضلت 175 كيلومتر بالساعة، ولكن اقتلع الأشجار وأغصان الأشجار، وكما تشاهدين خلفي اليافطات، وهناك الأشياء كثيرة سبب هذا الإعصار في ولاية لويزيانا. ولكن الأهم هو الناس عندما التزموا بيوتهم، فهذا أثر على الانتخابات، ولم يذهبوا اليوم ومنذ أمس حتى إلى مراكز الاقتراع بسبب هذا الإعصار، والتزموا بيوتهم خوفا من زيتا التي أتى من خليج المكسيك شمالا إلى منطقة لويزيانا. ولكن يعني الذي حدث معنا كان غريب جدا، وسوف نشاهد تقرير قريبا على قناة العربية حصريا عن هذا الموضوع، وكيف أننا أجبرنا إلى التوقف في أحد الفنادق وقطعت الكهرباء، وكذلك الناس كان هناك يعني حشد وخوف من هذا الإعصار، والجميع كان يلتزم نوافذ منازله، وحتى في الفندق الذي قطنا فيه كان الخوف يعني يدب في نفوس الناس، وحتى الطريق العام الطريق السريع رقم 10 الذي يصل نعم. جنوب الولايات المتحدة حتى فلوريدا كان هناك الحافلات التي قلبت والسيارات التي دمرت. ننتظر التقرير منك ليث بازاري موفد العربية إلى الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك. الخامسة انتهت، شكرا للمتابعة مشاهدينا، ابقوا معنا.